ما سمعتش أغنية حن يا حن يا حن يا قطر الندى؟ سمعت الأغنية دي؟ أغنية مشهورة في الفلكلور الشعبي. الأغنية دي بقى اتعملت عن قصة قطر الندى، قصة قطر الندى وحنتها اللي استمرت 40 يوم عشان تتجوز في فرح أسطوري التاريخ لا شاف ولا عرف زيه ولا هيعرف تاني زيه. كتير مننا سمع حكاية قطر الندى وفرح قطر الندى وإزاي الفرح ده كان فرح أسطوري، لدرجة إن في ناس بتتخيل إن الفرح ده حدوته من حواديت ألف ليلة وليلة، بس في الحقيقة لأ، ده كان فرح حقيقي وحصل فعلا. ده فرح أفلس خزينة مصر عن بكرة أبيها، يعني صرفوا اللي وراهم واللي قدامهم على الفرح ده. تفتكر كان فرح مين وإيه اللي حصل فيه؟ تعالى معايا عشان تعرف الحكاية. الفرح اللي أنا هحكي لكم عنه النهاردة هو فرح أسماء بنت خمروية ابن أحمد بن طولون الملقبة بقطر الندى من كتر جمالها ورقتها. بس حكاية أسماء ترجع لزمن أقدم بشوية، لأيام جدها أحمد بن طولون. أحمد بن طولون أرسله الخليفة العباسي كنائب للوالي، كان جاي مصر نائب للوالي بكباك، لكن مع الوقت ومع خبرته وذكائه قرر أحمد بن طولون أنه ينفصل بحكم مصر ويستولي على حكم مصر والشام بعيدا عن الحكم العباسي، وده عمل مشاكل كبيرة بينه وبين الخلافة العباسية، وبدأ يخش في حروب ومناوشات ما بينه وبين الخلافة العباسية لحد ما هيجي عصر خلافة ابنه أو عصر حكم ابنه خمارويه ابن أحمد بن طولون. بس بقى خمارويه ما كانش زي أبوه. خمراوي بقى ده يا سيدي كان راجل كده صاحب مزاج زي ما تقول، يعني كان يحب يربي حيوانات، او والله زي ما بقولك كده كان بيربي مثلا اسود، كان عنده اسد اسمه زريق عشان عينيه زرق. لما جه خمراوي لقى ان في مشاكل كبيره ما بينه وما بين الخلافه العباسيه، فكر ازاي يحل المشاكل دي عن طريق حل ذكي وسلمي. فكر في ايه؟ ايوه بالظبط كده، فكر في الناس. عايز يجوز بنته اسماء بنت خمراوي الملقبه بقطر الندى لابن الخليفة المعتضد كان اسمه المتوكل على الله. ولكن الخليفة فكر في حاجة تانية، قال له ليه اتجوزها لابني؟ وليه يبقى لك سيطرة على ابني وتبقى حماه؟ ولو أنا مت يبقى لك سيطرة على الخلافة كلها؟ لا، أنا عندي اتفاق تاني. قال له إيه؟ قال له هتجوزها أنا. في الأول أحمد بن طولون خاف وتردد، لكن بعد شوية فرح وقال الله، ده أنا بدل ما هناسب ابن الخليفة وولي العهد ده أنا هناسب الخليفة نفسه، ورجع فرحان وطاير من الفرح. لكن خمراوي لما رجع وبلغ قطر الندى بخبر جوازها من الخليفة مش من ابنه، البنت اتقهرت وزعلت، لأنها كانت بنت 14 سنة، عيلة حلوة وجميلة تتمنى تتجوز شاب من سنها مش راجل أكبر من أبوها. وساعتها فكر خمراوي إزاي يسترضي بنته، وقال لها أنا هعمل لك فرح تحكي وتتحكى عنه الدنيا مئات السنين، هجهز الجهاز لجهزته عروسة قبلك ولا عروسة بعدك، وهعمل لك زفة وفرح يحكوا عنها الناس طول الزمان. وبالفعل عمل كده. أول حاجة كانت جهاز العروسة، الجهاز اللي كلف الخزينة 1000 دينار، يعني أكتر من عشرات أضعاف مهرها، مهرها اللي ما كانش معدي 10,000 دينار. عمل لها أريكة من الذهب المرصع بالجواهر، كنبة من الذهب المرصع بالجواهر. مش بس كده، دي الكنبه دي عليها 4 عمدان متغطيين بقبه، القبه دي شبك من الذهب، في كل عين منها جوهره ما يعرفولهاش تمن من كتر غلاوتها. لا وكمان عمل لها مسند لرجلها تحط رجلها عليه، المسند ده كان معمول من الذهب ومرصع بالجواهر. لا استنوا، انتوا رايحين فين؟ دي الحكايه لسه طويله. عمل لها 1000 هون من الذهب، الهوان دي كانت مخصصة لطحن العود والعنبر والعطور علشان تحطها عندها في القصر بتاعها. عمل لها 1000 مبخرة من الذهب المرصع بالجواهر عشان توزعها في جميع أنحاء القصر بتاعها. عملوا كمان صناديق من العاج والأبانوس عشان تحط فيها هدومها اللي كانت جاية من الهند والسند والصين، حراير وحاجات ما تشوف عينك إلا. بس كده؟ لا، ده عمل لها الحنة بتاعتها 40 يوم بليلة. 40 يوم بليلة الشعب المصري مسموح له يدخل القصر وياكل وينبسط، غير الأغاني والأفراح والليالي الملاح. 40 ليلة حنة. استنى، رايح فين؟ لسه ما خلصناش. طريق السفر بقى، دي هتسافر من مصر لبغداد. عمل لها في كل محطة تيجي تستريح فيها قصر شبه قصر باباها عشان لما تدخل تستريح ما تحسش بالوحش وما تحسش انها متضايقة. وبعت معاها عمتها وعمها يوصلوها لقصرها في بغداد. وصلت العروسة لقصرها واتزفت
لجوزها العجوز، بس يا عيني ما كملتش أكتر من 5 سنين وماتت. ماتت قطر الندى وعمرها ما يعديش 21 سنة. ماتت في عز شبابها وجمالها وكانت صغيرة وجميلة، بس اللي فضلنا سيرة وحكاوي فرحها، الفرح الأسطوري اللي لا اتعمل ولا هيتعمل زيه في التاريخ. وبكده تكون حكايتنا خلصت. قبل ما انسى، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا على اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم بعد كده كل الفيديوهات اللي عاملها. دعمكم هو اللي هيخليني اكمل.